السلام عليكم، معكم وولف مصطفى أجدور لحركة كينزو. اليوم غادي نوريكم واحد الباز ديال الفوتورك ديال البريك دانس اللي سميتو تريستا، او ثلاثة مراحل او ثلاثة خطوات. هاد الفيديو مهدى لكاع الناس اللي باغيين كيفكروا انهم يبداو البريك دانس، وان شاء الله غادي يفيدكم بزاف. مشينا يلا. كنبداو جالسين، كنحلو رجلينا، كتمشي الرجل اليمنى لضغوط هنا اليمنى هنا، الباصين ديالك كيهبط. الرجل اليسرية كتكون مثنية كتسرح، الرجل اليمنية كتجمع وكندور. نعاودو عاود، كتكون جالس تحل رجليك، الرجل اليمنية كتمشي هنا، الرجل اليسرية كتكون مجموعة كتحل، الرجل اليمنية كتولي مجموعة العكس وكدور، كتعاود تبدا عاوتاني. أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم بزاف واستفدتوا منه. إن شاء الله غادي يكونوا فيديوهات أخرين في جديد إن شاء الله. اللي بغيت نقول لكم هو السلام عليكم.